اهلا بيكم، اتشرف بيكم تاني. احنا سعداء جدا بالتواصل معاكم، سعداء جدا بوجودنا معاكم النهارده. حلقه جديده من حلقات برنامجكم عظام اطفالنا. النهارده الحلقه برضو بناء على رغباتكم هتبقى عن كسور المرفق، او اللي بنسميها كسور الكوع. كسور مفصل الكوع دي للاسف كتيره قوي، وللاسف بتحصل عندنا في مصر برضو كتيره قوي. هي مش بس في مصر، في كل الدنيا كتيره قوي. سببها الاوفر اكتيفيتي، سببها النشاط بتاع الطفل، سببها انه بيتحرك كتير، سببها انه بيحاول يستكشف العالم حواليه، فيبتدي يحصل مشاكل. طيب اهم اصابه او اهم حاجه تعرفني ان ابني عنده مشكله، ان برضو طريقه الوقوع وقع ازاي. كل الاطفال في كل البيوت بيقعوا، كل الاطفال في كل البيوت بيتخبطوا، كلهم بيبقى عندهم نتيجه حركه زياده. هو بيحاول يستكشف حواليه، بيمسك ده وبيرفع ده وبينزل تحت ده، بيحاول يستكشف العالم من حواليه. ودي حاجه طبيعيه يا جماعه، وما نحاولش نكتفهم وما نحاولش نأيدهم او نقلل حركتهم. احنا ما بنحبش خالص الامهات والابهات اللي بيربطوا العيال جوه البيت، اللي بيقولوا لا مش هنسيبهم يلعبوا، لا مش هنسيبهم يروحوا او يجوا. بنعرفكم ان حتى الاصابه دي بتحصل في البيت اكتر كتير ما بتحصل بره البيت. طب بتحصل ازاي؟ بتحصل ان الطفل بيطلع على حاجه عاليه وبينط، فبيلاقي اول حاجه بايديه، لما يحط ايديه يبتدي الباك بريشر او الضغط الخلفي، يعني هو بيتكه لكل فعل رد فعل، يحط ايده على الارض يتكه جامد، يبتدي وزنه كله يبقى محمل على المفصل ده، فتبتدي العظمه تتكسر. اكتر عظمه بتتكسر في ولادنا نتيجه هذا الوضع ونتيجه هذا النوع من السقوط ونتيجه هذا النوع من الارتطام هو عظمه العضد، او اللي بنسميها العظمه الطويله في عظام الذراع او في عظام الساعد. العظمه دي لما تتكسر بيحصل ايه؟ بتبتدي المفصل يتنقل من مكانه. مفصل الكوع عاده بيتخلع من مكانه في هذه الصوره. ليها تقسيمه بسيطه جدا، وليها في اشعاعاتنا تشخيص بسيط جدا. بنعمل فيلم اشعه عادي خالص ابيض واسود في وضعين مختلفين، امامي خلفي وجانبي، بتاكد منه ان العظمه دي مكسوره، بشوف درجه الكسر قد ايه، وبنبتدي نتعامل مع الكسر. يهمنا نعرف حاجه بسيطه، يهمنا نعرف ان اللي بيعالج هذا الكسر رغم شيوعه رغم انتشاره هو برضه دكاتره عظام الاطفال. صحيح مش كتير، صحيحنا في مصر مش كتير، صحيحنا في مصر بالذات عضو هيئه التدريس او اعضاء هيئه التدريس او اساتذه الجامعات تبع هذا التخصص مش كتير، ولكن يهمنا نوصل لكم معلومه ان لما اعمل هذا الكلام صح بتبقى الحياه بعد كده طبيعيه. لما اعمل هذا الكلام بطرق قد لا تكون مثاليه، قد لا تكون الطرق الامثل او الاحدث في العلاج، بتؤدي الى بعض الاضرار مستقبليا، وده مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نعرفه. طيب هو الموضوع مش جبس وخلاص، الموضوع مش عمليه وخلاص، مش الموضوع ان انا احط مسامير في الدراع وخلاص. الموضوع ان احنا بنرجع الحاجه زي خلقه ربنا، يوم النمو بتاعها يمشي في الاتجاه الطبيعي. لما نحطها في مكانها صح يبقى نموها صح، واتوقع ان الحياه بعد كده تبقى حياه عاديه او حياه طبيعيه. يبقى كسور المرفق او كسور الكوع كسور مهمه جدا، لانها قد لا قدر الله تؤدي الى اصابه، قد لا قدر الله تؤدي الى عجز، قد لا قدر الله تؤدي الى عدم الفرد للاخر، المجال ما يبقاش كامل، او عدم التاني للاخر، يبقى برضو المجال مش كويس، يبقى عندي مشكله. المشكله هتظهر في ايه؟ عذرا، ان بعد ما بنعمل التثبيت وبعد ما العظمه تلحم الاقي الطفل مش قادر يجيب ايده على بقه، الاقي الطفل مش قادر يفرد دراعه، الاقي الطفل مش قادر يشيل حاجه، دايما تاني الكوع، ايده ملفوفه زياده شويه، ما بيقدرش يلفها لبره، ملفوفه لجوه او ملفوفه لبره بزياده، وما بيعرفش يجيب الوضع التاني. الحركه دي بقت عنده صعبه شويه، اللي بنسميها سوبينيشن وبرونيشن، بقت محدوده. الكلام ده بيأثر عليه مستقبلا، الدراع ما بيجيش ناحيه البق، مش عارف يغسل وشه، مش عارف يسرح شعره، مش عارف ياكل بالمعلقه لو دراعه اليمين او لو هو اشول دراعه الشمال. الكلام ده كله بيفرق معانا، والكلام ده كله يا جماعة علاجه بسيط جدا بالتشخيص الصحيح بفيلم أشعة قد لا يكلف 20 أو 50 جنيه في منظرين مختلفين، بيديني التشخيص 100% عند طبيب متخصص أو عند استشاري عظام أطفال متخصص، يبتدي الكلام يمشي صح، ويبتدي العلاج إن شاء الله يكون 100% مظبوط. لا نقبل لولادنا بأقل من 100% تصليح، لا نقبل بولادنا بأقل من الوظيفة الكاملة والشكل التام بإذن الله. يبقى مش عايزين إعاقة، مش عايزين شكل مش حلو، مش عايزين نعمل عملية وما كانش المفروض نعمل عملية. يعني ما ينفعش الطفل يكون كان محتاج جبس بس وراح لدكتور عمل له عملية لمجرد انه ينتفع منه او لمجرد انه هو مش فاهم الصح. ما يبقاش ابني محتاج انه يتعمل له على النقيض، ما يبقاش ابني عنده كسر مضاعف او عنده كسر غير مستقر او عنده كسر بنسميه كسر مفتوح، ونروح للدكتور ويعمل له كبيره او يعمل له جبس وما هواش عارف الولد عنده ايه، وما هواش عارف اللي هو عمله ده هينتهي بايه. لازم نحافظ يا جماعه على اولادنا، لازم نحطهم في عينينا، ولازم نراعيهم. سيبه يتحرك، سيبه يكتشف، سيبه يلعب، سيبها تروح، سيبها تيجي، سيبه يقع، سيبه يتخبط، سيبه يتعلم الدنيا ماشيه ازاي. ولكن لما يقع ولما يتكسر لازم اعالجه احسن علاج، ولازم اضمن ان انا ارجعه ل 100% وظيفه. بنعمل ايه؟ بعض الحالات بيتم علاجها برد خفيف، بعض الحالات حتى ما بتحتاجش جبس، بنحط لها الباوش ارم او الوسانت بتاع الدراع. دي الحالات البسيطه، لما يبقى فيه كسر
بنبتدي نعالج، لما يبقى فيه كسر بنبتدي نحط جباير، لما يبقى فيه كسر ولا قدر الله ما نقول بنبتدي نرد المفصل في مكانه، ولازم يرجع في مكانه بالملي، ما يبقاش فيه اي فرق، ما يبقاش فيه اي التفاف، ما يبقاش فيه اي خلل في المفصل، لازم يتعمل اشعه في ساعتها، وعندنا اجهزه جوه اوضه العمليات تبين لنا ان الكسر رجع مكانه بالملي، وان كل حاجه باذن الله في مكانها عشان الوظيفه تكتمل. ما استناش اعمل عمليه في مكان غير مجهز عند حد غير متخصص، واطلع بعديها الاقي ابني دراعه معوج، اطلع بعديها الاقي دراعه ما بيتفردش، اطلع بعديها الاقي دراعه ما بينتناش، هنا بقى عندي مشكله، وهنا ساعتها هضطر ارجع للمتخصص، واللي كان ممكن يتعالج بحاجه بسيطه اصبح للاسف بتعالج بعمليه جراحيه قد تكون كبيره وقد تكلفنا الكثير. يبقى علاج الكلام في الاول سهل، لما تتعقد الامور انت بتعقدها على ابنك وبتعقدها على نفسك. لو سمحت حافظ، لو سمحت عالج صح، لو سمحت امشي كويس زي ما الكتاب بيقول، يوم نوصل باذن الله ان عظام اطفالنا تبقى كلها سويه وسليمه. كسر المرفق من الكسور المهمه، كسر المرفق بيحصل لكل اطفالنا في مرحله سنيه ما، ما قلقش منه، حاجه بسيطه بتحصل لكل ولادنا، سيبه يستكشف، سيبه يعيش حياته طبيعي، وباذن الله احنا نقدر نرجعه لك 100% سليم، وباذن الله هتبقى الوظيفه مكتمله، ولن يترك هذا الكلام اي نسبه اصابه او اي نسبه اعاقه في ايديه. ده ببساطه شديده كسور المرفق في الاطفال. ده ببساطه شديده على اختلاف انواعها طريقه العلاج، بنعمل جبيره، بنعمل باوش ارم او حامل الدراع، بنعمل تثبيت بمسامير صغيره بنسميها كيرشنر وايرز، حاجات صغيره ولا نتركها، مش عايزين نقلق، مفيش حاجه بتتساب في الاطفال، ما بنحطش مسامير ونسيبها معاه طول عمره، الولد لسه بيكبر، عظمه هيكبر ولا مش هيكبر، دراعه اليمين هيبقى زي الشمال ولا لا. لما بنعمل الكلام صح نضمن لك 100% ان كل حاجه هتبقى في مكانها، وان ان شاء الله مش هيبقى فيه اي ضرر. ولازم بعد ما نعمل العمليه وبعد ما الكسر يلحم اطمن جوه العمليات وبره العمليات ان كل حاجه في مكانها اثناء المتابعه، لغايه ما يحصل تمام الالتئام بنشيل المسامير لو كان فيها مسامير، بنعمل جباير خفيفه، بنعمل علاج طبيعي خفيف، بيتم علاج الحالة أو رجوعها للوضع الطبيعي في أقل من 3 إلى 6 شهور، بيكون دراع ابني أو بنتي رجع طبيعي 100%. يبقى يا جماعة كسور المرفق اللي انتوا سألتوا عليها دي كسور مهمة جدا وكسور شايعة جدا وعندنا منها كتير، نحب قوي ان احنا نوصل للتشخيص الدقيق. في بعض الحالات بيكون الكسر مستقر، في بعض الحالات بيكون الكسر غير مستقر، ده له علاج وده له علاج، اللي بيحدد انا هعمل ايه هو طبيب عظام الاطفال. بحط ثقتي في انسان محترم، بحط ثقتي في عضو هيئة التدريس، ببقى متأكد انه بيعامل ابنه زي ما بيعامل ابني، وبيعامل قبل الاثنين ضميره وبيعامل ربنا، يقوم نصل بالعلاج ان شاء الله انه يبقى بإذن الله 100% سليم. ده كسور المرفق وده اللي انتوا سألتوا عليه وده ازاي بنعالجه. طيب لو احنا معالجناهوش صح ممكن ينتج ايه؟ هنشوف صورة معانا، دي صورة حد من ولادنا، ولد لطيف خالص دمه زي العسل، جي عمل كسر وقع على ايديه، اتكسر كسر بسيط، تم علاجه ببساطة، لا ده انت مش محتاج حاجة، هنعمل جبيرة، وتعمل له الجبيرة وخلصت القصة، وبعد بالضبط شهر ونص لحمت العظمة، ولكن للأسف لحمت في وضع مش صح لان العلاج ما كانش صح، لان ده كان كسر غير مستقر والدكتور استخف بيه، هو شافه انه كسر مستقر فعمل له علاج بسيط اللي هو الجباير، ولكن ده كان يحتاج ان احنا نعمل له تثبيت. نتج عنه الوضع اللي حضراتكم شايفينه، دراع الولد اليمين مفروض كويس، والزاويه اللي ربنا خلقها موجوده كويس، الزاويه الثانيه مش موجوده. طب الزاويه دي يا جماعه لازمتها ايه؟ ربنا ما خلقش حاجه بدون سبب، ربنا ما خلقش حاجه بدون داعي. احنا الزاويه اللي ربنا خلقها لنا في دراعاتنا اليمين والشمال، الدراع لو نحط كلنا جنبنا هنلاقي الدراع مفتوح لبره شويه، يعني وانا حاطط دراعي جنبي وانا فرده كده ايديا ما بتلمس رجلي، عشان وانا شايل حاجه وانا ماشي دراعي ما يحكش في رجلي وانا ماشي، اقوم وانا شايل كيس وانا شايل اي حاجه تقيله بيبقى دراعي مفروض القبضه بتاعتي قويه، التملك من الحاجه اللي انا شايلها مكتمل، وفي نفس الوقت الحاجه اللي انا شايلها ما بتحكش في رجلي وانا رايح وانا جاي. لازم الزاويه دي تكون موجوده، والزاويه دي ليها لازمه، زي ما احنا شفنا في ابننا ده الزاويه في الناحيه اليمين موجوده، الزاويه في الناحيه الشمال غير موجوده، والدراع اتعوج للاسف للاخر، اتعوج للداخل، اصبح عندنا حاجه اسمها تشوه في مفصل المرفق، وده للاسف بيحتاج الى تدخل جراحي، وان احنا نعمل قطع عظمي، وان احنا نرجع العظم لوضعها الصحيح، ونحط المسامير اللي كان المفروض الدكتور يحطها من الاول. يبقى ده علاج لاحد المشكلات ببساطه شديده، احد الحالات اللي مرت علينا النهارده بالصدفه من ضمن الحاجات اللي انتوا بتشتكوا منها، الوضع اللي حضرتكم شفتوه. لما بنعالج كويس ما بيحصلش عندنا هذا الكلام، لما بنعالج كويس بنصل ان شاء الله ان شكل الدراع يبقى كويس، وان الوظيفه باذن الله هتكون 100% مكتمله، وان ابننا او بنتنا هيستخدموا ايديهم اليمين وهيستخدموا ايديهم الشمال في غسيل الوش اللي ممكن نعتبره حاجه بسيطه، في تسريح الشعر، في لبس الهدوم، في الكتابه او في الرسم، الحياه الطبيعيه البسيطه. نتمنى بهذا
ان احنا نكون جاوبنا على كل الاسئله اللي جات لنا على الايميلات. نتمنى بهذا ان احنا نكون عرفنا يعني ايه كسور المرفق، يعني ايه كسور العظم في الاطفال، المسائل بسيطه، مفيش حاجه اسمها شرايح ومسامير في الاطفال في السن الصغير، الكلام ببساطه شويه مسامير مؤقته وبتتشال مع اول جبس وما بنسيبش حاجه في جسم الطفل، يعني هيرجع طبيعي 100% وما عندوش اي معدن في جسمه، وكمان ما قعدناش بنفتح، بقينا بنستخدم حاجات تجميل، وفي معظم الحالات ما بنخيطش فوق الجلد علشان كمان ما نسيبش اثر في ايدين بناتنا او اولادنا، يقدر يدخل الجيش عادي خالص، يقدر يعيش حياته عادي خالص، تقدر تلبس نص كم او قصير عادي خالص من غير ما يبقى فيه تشوه لا في الايدين او في الرجلين. هذا الكلام هو علاج الامثل لكسور المرفق في الاطفال. اتمنى اكون جاوبت على اسئلتكم، واتمنى اتشرف بيكم قريب، وهبقى سعيد جدا بكل اسئلتكم الفتره اللي جايه. كان معاكم دكتوركم محمد مصطفى حسني. اكثر من 170 مليون شخص في العالم يعانون من الاصابه بفيروس سي، 18 مليون مصري مصاب بفيروس سي، 465 ألف مصري يصابون سنويا بهذا المرض، أكثر من 350 ألف يموتون سنويا من الإصابة بأمراض الكبد. سنعرف ما هو فيروس سي وما هي أسبابه، طرق الوقاية من التهابات الكبد، وما الجديد في علاج فيروس سي في برنامج بيت الصحة مع الدكتور حسين الشورى. بيت الصحة يأتيكم السبت 6 مساء والأربعاء 10:15 مساء.